أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واشكروا لي ولا تكفرون يا أيها الذين آمنوا استعينوا إن الله مع الصابرين ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين وبشر الصابرين صدق الله العظيم.